فازت حملة التاء المربوطة سر قوتك لتمكين المرأة بالجائزة الذهبية في مينا كريستال فيستيفال، وهو مهرجان عالمي لاختيار أفضل الحملات الإعلانية والإعلامية وأكثرها تأثيرا من حيث تحقيق النتائج والأهداف المرجوة للحملة. حملة التاء المربوطة أطلقها المجلس القومي للمرأة العام الماضي برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، وبالتعاون مع عدد من المنظمات والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة. ومنحت الجائزة لوكالة دي دي بي إيجيبت العالمية، وهي إحدى شركات مجموعة طارق نور. تأتي هذه الحملة الناجحة تزامنا مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي العام 2017 عام المرأة. ومن المقرر خلال شهر رمضان المقبل إطلاق حملة جديدة من هذه الحملة التي قرر عدد من الدول الإفريقية والآسيوية تبنيها وتطبيقها. فاصل مشاهدينا ونواصل نشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، ومن بعده تونس تشتعل من جديد وبوتين يغازل الأتراك، تابعونا. لو مارشي في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات مدينة نصر، لو ما رحتش مش هتعرف.